السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كان فيديو جديد لتلفاز سامسونج 49 بوصة 4K سيري 7100 ان اي. هذا الموديل فيه واحد المشكل في الصورة كما تلاحظون، يعطي المشكل ديال الصورة سوداء من الجانب الأيمن كما تلاحظون في الصورة. هذا المكان بالضبط يبدو أن المشكل يوجد في الباك لايت أو الليدات من أسفل الصورة، وعلى الجانب الأيمن كما تلاحظون الصورة ليست جيدة، تبدو الصورة سوداء. هذا العطب في الغالب يكون في الباك لايت أو الليدات، هي المسببة لهذا المشكل كما تلاحظون في هذه الجهة بالضبط. هذا العطب دائما نجده في هذه الشاشات ديال سامسونج ديال مصنوعة في ايجيبت، يعني ميد ان ايجيبت مصر. وهذا الموديل 2019، هذا هو المشكل ديالو، يعني الله ضرب عام وقع لي هذا العطب. ان شاء الله سوف ابدا بفتح هذه الشاشة وساصلحه ان شاء الله. كما تلاحظون هذا الشاشة سمارت تي في سمارت و 4K، يعني آخر موديل في الشاشة ديال سامسونج. سبق لي صوت نفس المشكل في الشاشة 43 بوصة و 55 بوصة، نفس العطب، ولكن هذا المشكل اللي موجود في هذه الشاشة أن تعطي بعض الخيال أو بعض في وسط الشاشة كما تلاحظون. الآن سوف أصور لكم الموديل ديال هذه الشاشة حتى تروا كي السيري ديال هذا التلفاز. كما تلاحظون هنا السمية ديال سامسونج يو ا 49 ان يو 7100 اس، مصنع في مصر ماد ان ايجيبت كما تلاحظون. هذا هو السيري ديال هذه الشاشة 7100. الآن إن شاء الله سوف أبدأ بفتح الشاشة وسأريكم طريقة تعليمية كيف يتم فتح هذه الشاشة، الشاشة ديال سامسونج. أولا يجب الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك لهذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو. الآن إن شاء الله سوف نبدأ ببدء في طريقة فتح هذه الشاشة إن شاء الله. كما تلاحظون هذا هو شكل الشاشة. أولا نبدأ بالجانب كما تلاحظون، يجب نزع الشاشة من الجانب كما تلاحظون، وإدخال تورنو فيس بلا أو شيء كما تلاحظون بهذه الطريقة من الداخل، وتدويره تحت الشاشة كما تلاحظون بهذه الطريقة، طريقة سهلة جدا. لأنه يوجد فيها بعض الفرانات أو بعض الأسلاك التي تمسك بهذا الكاش أو الغطاء الشاشة، يجب إدخال الطرنبيس إلى الداخل حتى يتم فك هذا الغطاء كما تلاحظون. تم فتح الشاشة، هذا هو شكل التلفاز من الداخل كما تلاحظون. هذه الشاشة يوجد فيها مادر بورد وهذا الفليتات الموجودة داخل الشاشة وبورت بلاي، وهذا الشاشة لا يوجد فيها التايكون، التايكون يوجد في داخل مادر بورد وسط الكارت مير، لأن الشاشة ديال سامسونج الجديدة لا يوجد فيها التايكون، التايكون يوجد داخل كارت مير.
يجب نزع مكبرات الصوت و الفليتات او النيناب ديال البالين، يجب نزعها كلها كما تلاحظون. سأقرب لكم الصورة حتى تروا كيف يتم فتح هذه الشاشة لأنها معقدة جدا. الطريقة سهلة جدا ولكن يجب الحذر لأن البالين يوجد داخل الشاشة. أول شيء يجب الحذر لأن الكفة موجودة في أسفل الشاشة كما تلاحظون، الكفة موجودة أسفل الشاشة هنا. يجب نزع هذا البلاستيك الأسود كما تلاحظون، يوجد في داخل الشاشة كما تلاحظون. هذه البلاستيكات السوداء توجد في داخل البلاستيك الأبيض، يجب نزعها كما تلاحظون. يجب فكها فإلا توجد جميع الجوانب ديال الشاشة في اليمين وفي اليسار وفي الفوق وفي الأسفل، فيجب فكها أولا حتى يتم نزع الغطاء البلاستيكي الموجود فوق الشاشة. أنا أقرب لكم الصورة فقط حتى تروا كيف يتم فتحها. سوف أفتحها بعد قليل حتى سأريكم الآن الطريقة كيف يتم رفع البالين وبحذر، لأن هذه الشاشة ديال سامسونج فراجيل بزاف، يعني أنها حساسة، يجب الحذر من وقوع أي خطأ، لأن الشاشة سامسونج رقيقة جدا، ليست كالشاشات الأخرى. الشاشة ديال 4K إذا وقع لك خطأ ما سوف تجد الصورة غير جيدة، أو تجد فيها خطوط أو كسر في الشاشة. يجب أولا نزع القطع الحديدية الموجودة فوق الكفات، ونزع جهاز التحكم ديال التليكوموند أو الانفراروج ديال التليكوموند. كما تلاحظون تم نزع هذه القطعة اللي فيها الانفراروج ديال التليكوموند، ويجب فك القطعة الحديدية الموجودة فوق الكفة، فيجب الحذر حتى يتم نزعها. لا يوجد فيها بيسات فقط كما تلاحظون، سهلة جدا. كما تلاحظ يوجد فيها 12 كف في هذه الشاشة. إذا وقع خطأ ما وتم تخريب إحدى الكفات فإن الشاشة لن تعمل، فيجب الحذر في هذه الشاشة. سوف يوجد هناك شريط لاصق يجب نزعه كما تلاحظون. الشريط اللاصق أول شيء يجب نزع المعيق لتحرك مسطرة الكفات كما مسطرة تكون. والآن سوف أبدأ بطريقة كما قلت لكم في الأول، فك البلاستيكات التي تعيق رفع الغطاء البلاستيكي الموجود فوق الشاشة. الآن أرفع تلك البلاستيكات وأدفع بيدي كما تلاحظون. هذه الشاشة لا تريد استعمال العلف أو استعمال
قوة يجب الحذر كما تلاحظون. لأن كما قلت لكم هذه الشاشة حساسة جدا، يجب توخي الحذر في طريقة رفع الغطاء البلاستيكي حتى لا تنكسر الشاشة أو الغطاء البلاستيكي. فهذا الفيديو يأخذ الوقت لأن هذه الشاشة كما قلت لكم في الأول معقدة، فيجب الحذر. الفيديو تقريبا فيه تقريبا 40 دقيقة في الفيديو. إما طريقة تصليح هذه الشاشة فأخذت مني تقريبا ساعة ونص أو ساعتين، يعني لأن كما تلاحظون نفس الطريقة في جميع الجوانب، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. أنا أرفع كما قلت لكم في الأول هذه القطعة البلاستيكية بحذر. إذا كان أحد معك فيجب أن يساعدك في كيفية فتح هذه الشاشة. كما تلاحظون الغطاء البلاستيكي تم رفعه من الجانب من الأعلى، فيجب الآن نزع الجانب الأسفل أو الجانب الأيسر تم رفعه والجانب الأيمن وبقي الجهة السفلى. الآن تم رفع جميع الجوانب. سوف أرفع الآن الغطاء البلاستيكي كما ترون. هنا توجد فقط الخطورة في رفع كيف رفع الغطاء البلاستيكي. عندما ترفع الغطاء تكون طريقة رفع الباني سهلة جدا. فيجب أولا هذه المسطرة ديال تكون موجودة في الأسفل، يجب تحريرها في مكانها حتى لا يقع لك أي مشكل في الباني. هي موجودة في الأسفل فيجب رفعها حتى لا تعيقها. كما تلاحظون سوف أرفع المسطرات ديال التيكون. هناك من يستعمل الشريط اللاصق للاصقها فوق البالين، ولكن أنا أستعمل يدي فقط لأن طريقة رفع البالين سهلة جدا. كما تلاحظون يجب مسكها في الوسط ورفع البالين كما تلاحظون، طريقة سهلة جدا. دائما نفس الطريقة أستعملها كيف أرفع البالين، وطريقة آمنة جدا لأن هناك من يأخذ البالين من الوسط وفي الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وهذا قد يشكل خطر على البالين، قد ينكسر أو يقع لها أي مشكل. سوف أرفع الغطاء البلاستيكي وأنزع المذر بورد على الباور سبلاي حتى لا يقع لها أي مشكل، لأن عندما تجربون الباور سبلاي وحدها تشتعل الليدات فلا حاجة للمذر بورد، لأن المذر بورد هذه الليدات إذا كنت تريد تجربتها في شاشة سامسونج فإن اوتوماتيك او الليدات تشتعل في بدون مذر بورد. كما تلاحظون الليدات على الجانب الايسر تشتعل جيده، ولكن على الجانب الايمن منطفئه كما تلاحظون والوسط. سوف ارفع البلاستيك حتى تروا كيف تعمل الليدات من الداخل. كما تلاحظون تقريبا الليدات أصبحت كلها متضررة. وهذا البلاستيك أيضا هو أيضا مكسور من الأسفل تقريبا
مكسور فيه تقريبا سوف أرفع هذا البلاستيك. سهل جدا لرفع هذا البلاستيك الآخر كما تلاحظون. الشاشة معقدة جدا لأن فيها بزاف ديال العمل كما تلاحظون. بعد ما تم فك الغطاء البلاستيكي الموجود فوق الليدات كما تلاحظون، سوف أرفعه الآن كما تلاحظون. هو أيضا محترق بسبب الليدات، هذا الغطاء البلاستيكي. يبدو أن هذا الغطاء موجود فوق الليدات، هو أيضا متضرر كما تلاحظون، يعطي بعض الخيال أو تشتيت للإضاءة كما تلاحظون. هو مكسور أيضا في الوسط كما تلاحظون في هذه المنطقة، يجب تغييره أو استبداله هو أيضا. الليدات محترقة كما تلاحظون، حتى يحترق هذا البلاستيك الموجود الموزع للإضاءة الشفاف كما تلاحظون. هو أيضا متضرر ومكسور في الوسط، يجب نزعه هو أيضا كما تلاحظون، هو أيضا محترق. هذا هو العيب الموجود في هذه الشاشة ديال سامسونج، فيجب عليك تغيير الليدات وتغيير هذا البلاستيك الشفاف. هو أيضا محترق كما تلاحظون لأنه يوضع مباشرة فوق الليدات. هذه طريقة صنع هذه الشاشات غير جيدة. أول مرة كان أجد شاشة سامسونج تصنع شاشات رديئة كما هذه الشاشة، تحترق الليدات ويحترق هذا الغطاء البلاستيكي وتعطي أعطاب كثيرة في هذه الشاشات ديال 2019 كما تلاحظون. الليدات كلها تقريبا متضررة، فيجب استبدال هذا الباك لايت كلها كما تلاحظون. المسطرات فيها جوج مسطرات ديال الليدات في الأسفل فقط، سوف أبدأ بنزع الباك لايت إن شاء الله. سأريكم سأقرب لكم الصورة كيف تكون هذا الباك لايت. إشارة فقط، هذا الباك لايت تعمل لكل ليدة بستة فولت، ليس ثلاثة. هذه الليدة تعمل بستة فولت. لمن لديه الليدات الليدات في دي سي فولت أو ستة فولت، إذا لم يجد مسطرات فعلي أن يعني نغير الليدات كلها. الآن سوف أبدأ بنزع هذه الليدات. يوجد فيها فوق هذه الليدات بعض الفرانات أو القطع الحديدية فوقها، يجب رفعها كما تلاحظون. أنا أرفعها بهذا البنس. الطريقة ديال رفع هاد الليدات، يجب تسخينها إذا لديك الششوار أو الهوت اير أو الرشو، فيجب تسخينها أولا بالحرارة حتى يتم رفعها بسهولة، أو استعمال آلة حادة كالموس أو ترونشوار أو تورنفيس. سوف أريكم طريقة بدون تسخينها وبدون ليرشو، طريقة سهلة جدا.
كما تلاحظون أنا أستعمل هذا الماوس الترونشوار كما تلاحظون. عندما تستعمل هذا الماوس فيجب تنظيف مكان اليدات، إذا نزعت هذه اليدات فيجب تنظيف مكانها حتى يتم تركيب اليدات الجديدة. أنا الآن سوف أستعمل اليدات الجديدة، سوف أريكم بعد قليل هذه اليدات. كما تلاحظون طريقة سهلة جدا لنزع المسطرات باستعمال آلة حادة يعني الماوس أو الترونشوار. هذه هما المسطرات الموجودة في هذه الشاشة ديال سامسونج 9.4 ولا بوصة. قد تم نزع المسطرة الأخرى كما تلاحظون. فيجب تنظيف مكان هذه المسطرات كما قلت لكم في المرة الأولى. هذا هما الليدات الجديدة التي اشتريتها، سوف استعملها في هذه الشاشة. نفس الليدات ونفس الفورتيات، سوف أقرب لكم الصورة في هذه المسطرات كيف. هذا هما الليدات الجديدة، يوجد في هذا الشريط اللاصق كما تلاحظون. يجب فقط تنظيف مكان الليدات القديمة واستعمال الليدات الجديدة ونزع هذا الشريط اللاصق الأزرق كما تلاحظون. أنا الآن سوف أجرب هذه الليدات أن هي تعمل أولا. قبل تركيبها يجب تجربة الليدات أن هي تعمل جيدا أم لا. لا يجب تجربتها أكثر من 30 ثانية لأنها تعطي الحرارة، يجب أن نسبقها في مكانها حتى لا تحترق، لأن الليدات سوف أبدأ بتجربة هذه الليدات. كما تلاحظون المسطرات جيدة تعمل، كلها جيدة، يعني أن الليدات جيدة، ولكن تنظيف مكانها يأخذ مني وقت كثير. سوف أختصر لكم هذا الفيديو. فيجب تنظيف كما قلت لكم مكان الليدات ولصقها ونزع الشريط الأزرق. بعد تركيب الليدات وتركيب الغطاء البلاستيكي الجديد، لقد حصلت على لأن بحثت على الغطاء البلاستيكي تم تركيبه هو أيضا، لأن هذا الغطاء البلاستيكي يجب تغييره هو أيضا لأنه مكسور. بعد تركيبه أصبحت الشاشة جيدة كما تلاحظون، الإضاءة جيدة، الإضاءة موزعة بشكل جيد. الآن سوف أبدأ بتركيب الشاشة وتركيب الغطاء البلاستيكي كما قلت لكم. اختصرت لكم هذا الفيديو لأنه طويل جدا، يعني أن كما قلت لكم أخذ مني وقت كثير. طريقة تركيب البالين أو وضع البالين في مكانه الصحيح، طريقة سهلة جدا.
طريقة كيف يتم وضع البالين في مكانه طريقة سهلة جدا، نفس الطريقة التي كنت أستعملها دائما في وضع البالين، بطريقة سهلة كما تلاحظون. بعد ما تم وضع الشاشة في مكانها، فيجب وضع الغطاء البلاستيكي الذي يوجد فوق الشاشة. هذا هو الغطاء الموجود فوق الشاشة. طريقة سهلة جدا. الآن تم تركيب هذا الغطاء جميع الجوانب كما تلاحظين، يجب الضغط عليها، ولكن تأكد بأن البانين موجود في مكانه الصحيح أولا. يجب عليك الضغط عليه في جميع الجوانب كما تلاحظين حتى يبقى في مكانه الصحيح. الآن سوف أقلب لكم الشاشة حتى نركب باقي الأجزاء الموجودة في هذه الشاشة. الآن سوف أبدأ بتركيب باقي الأجزاء في هذه الشاشة، يعني نلاب ديال التيكون كما تلاحظون. إرجاع المسطرات إلى مكانها وتركيب الغطاء الحديدي كما تلاحظون. المكبرات الصوت والانفراروج ديال التليكومون سوف أرجعها إلى مكانها. سأجرب الآن الشاشة أن هي تعمل بشكل جيد. كما تلاحظون الشاشة تعمل، لا يوجد فيها أي عطب أو أي مشكل، الحمد لله تم إصلاح المشكل. اشترك في قناة نور إلكترونيك إذا أعجبك هذا الفيديو، وفعل زر الجرس، ودير لايك للفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو، واشترك معنا في هذه القناة. من بعد ما تم إصلاح مشكل ديال الشاشة ديال سامسونج 49 بوصة، سأريكم الصورة بعد ما تم تصليح العطب في هذه الشاشة. كما تشاهدون الإضاءة جيدة، لا يوجد فيها أي عطب كما تلاحظون على الجانب الأيمن الذي كان فيه مشكل. حتى في الوسط الشاشة أصبحت جيدة. اشترى فقط هذه الشاشة 4K، تلفاز 4K فيها لي زابليكاسيون ديال اليوتيوب، بلاي ستور، فيها كل شيء، يعني نتفليكس. كما تلاحظون الآن الصورة أصبحت جيدة. إذا أعجبك هذا الفيديو دير لي لايك للفيديو، إذا أعجبك هذا الفيديو واشترك معنا في قناة نور إلكترونيك. شكرا للمتتبعين قناة نور إلكترونيك، وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المودين ديال الشاشة كما تلاحظون، المودين ديال التلفاز.